فطيرة بالجبنة والزيتون، فطيرة بالجبنة وبالزيتون. مش هنعجن لأن العجينة معروفة إيه قصتها. خليها بقى إيه تهبط كده عشان ضربتها تهبط. عندي المكونات معروفة. دايما بحبش أنا اللي إيه تحبيش الحلوة بتاعتي دي. خد ريحان، ربنا يريح قلبك يا اللي في بالي. قرن فلفل حار، شوية كرات، نغسلهم ونيجي. ده الريحان بتاعي. بس مش عايز اهرسها. نعم. بقول لي عايز اعرف بتحط ايدك هنا وبتلزق بايه، بتعمل بايه يعني؟ طبعا انا بحط ايدي في البيض على الحروف عشان يلزق وما تفكش مني.